هذا هو الحلا اللي نقول عنه لقمة ورا لقمة، بارد ولذيذ حقيقي ما يتفوت. أحتاج بيض، أضيف عليه الفانيليا والسكر، أخفق لحد ما يصير عندي قوام كريمي ويذوب السكر تماما. أضيف عليها حليب بودرة وزيت، أخفق شوية وبعدين أضيف عليها دقيق وبيكنج باودر، أنخلهم وأبدأ أخلط خلط يدوي، وما أبالغ بالخلط. أحطها في صينية على ورق زبدة، تروح على فرن حرارته 160 درجة مدة 45 دقيقة، أتركها تبرد وبعدين أقلبها، أتخلص من ورق الزبدة وأرجعها مرة ثانية على نفس الصينية أخرمها. أحتاج زبدة لوتس مع كريمة مع حليب عشان أسقي فيها الكيكة، كل ما كترت الحليب كل ما طلعت معايا الكيكة أحلى ولذ. أضيف عليها الخليط الكريمة عبارة عن دريم ويب وحليب وفانيليا، أخلطهم لحد ما ينفش، ولما تبرد أحطها على الصينية، وممكن أعملها بالطريقة وممكن أحطها على طول كده بطريقة عشوائية. كسرت عليها بسكوت لوتس، زبدة لوتس، تركتها تبرد وبعدين قطعتها. شوف معايا كيف الكيكة طلعت جدا لذيذة صراحة، ده أحلى حلا حتعمليه، بارد لذيذ ويذوب بالفم. وبالعافية.